نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عز الدين الدنيا وأسفر سبحان والليل عنها من ضياء تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل لطاها قد تأثر يقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا روحي في عبك في الضياء الأمين والشوق منكني في هواك عزيز والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على السراج المنير وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بسنته. أيها السادة مرة أخرى من داخل ساحة القرآن الكريم واستكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب غفور رحيم. كل شيء في الدنيا له لكن حلاوة القرآن ليس لها حد. آيات بينات يتلو علينا ذلكم العلم القرآني زعيم فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو شرف علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم في الأحرار الثقافيين. أسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتئنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقيل في خلق السماوات
لآيات لأولي الألباب ربنا
كفر عنا سيئاتنا وتوفنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا
Yeah.